صباحكم أمل وحب وتفاؤل وعطاء. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج رؤية. النهاردة موضوع حلقتنا مش بس تاريخ وحضارة، لا ده كمان موضوع عن التوعية لكل مصري بالانتماء. موضوع حلقتنا النهاردة هتكون عن الحضارة المصرية القديمة. هيشرفني النهاردة بالحضور المتواجد معنا المهندس محمد حسن جابر، باحث في علوم المصريات القديمة وخبير في اللغة الهيروغليفية وباحث أثري. أهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا. طبعا موضوع النهاردة يعني موضوع كبير جدا، إن شاء الله بإذن الله نتناوله يا ريت نفيد ونستفيد إن شاء الله بإذن الله. أتمنى أن الناس تستفيد إن شاء الله من الحلقة، تبقى ممتعة بإذن الله إن شاء الله. أنا حابة في البداية أعرف من حضرتك، طبعا في مصطلحات كتير بنتداولها ولكن ما نعرفش معناها، صح؟ فإحنا محتاجين نعرف يعني إيه في البداية فرعوني. يعني هو عموما مبدئيا ما ينفعش نقول اللغة الهيروغليفية، وما ينفعش أقول الحضارة الفرعونية، هي مفروض اسمها الحضارة المصرية القديمة. صحيح، الحضارة المصرية. إحنا دلوقتي مصري قديم ومصري حديث، صحيح، امتداد لامتداد الجينات، امتداد في كل حاجة. يعني ما المصري القديم ما انتهاش، لسه موجود حاليا في ابنائه اللي احنا متمثلين فينا. يعني يا ريت ان احنا نسترجع الموروث الحضاري الكبير ده، هتبقى حاجه كويسه جدا. طبعا احنا بنقول الحضاره المصريه القديمه، طبعا كان فيها اسمها اللغه المصريه القديمه، ليها لغه. خطا ان انا اقول اللغه الهيروغليفيه، ان الهيروغليفي ده خط، زي اللغه العربيه ده كانت بتكتب مثلا بخط الرقعه والنسخ والثلث والكوفي والديواني يعني انواع خطوط. فالهيروغليفيه دي كانت نوع من انواع الخطوط، جاي من كلمه هيروغليفيكس. هيروغليفيكس جرامات، اللي هو الخط او النقش المقدس، الصوره المقدسه، الصوره الالهيه. كان بيتم نقشها على جدران صلبه زي احجار المعابد واللوحات الجداريه وكده، بيديها تفاصيل العلامه كامله. يعني لما يجي يرسم بومه او كتكوت او طائر العقاب بيرسمه بكل تفاصيله، عشان ده نقش مقدس، كلام الهي، اللي هو ميدونيتر. تمام. إن لما طبعا كثرت المعاملات، عايز يكتب على ورق بردي، عايز يكتب بفقرات كتاب موتى كتير، هيكتب نصوص كتير جدا، فطبعا مش هيقدر يدي شكل العلامه كامل. فكان في دحر، يعني اختصار او اختزال للخط شويه، فبقي في معاملات اكتر، بدا يظهر حاجه اسمها الخط الهيراطيقي، تسهيل للهيروغليفي. يعني بيدي شكل العلامه من بره، مجرد تعرف حضرتك ان ده شكل بومه. تمام، ما بيديش العلامه كامله تفاصيلها زي يعني الخط. منين جالهم الفكر ان هم يجيبوا رسومات ويتقاليها معاني؟ هو حضرتك المصري القديم ذكي جدا، هو شاف الطبيعه ما يناسب الـ يعني المصطلح، هو كان بيكتب، هو عنده دلاله تصويريه بس كان لازم يديها صوت، فكان بيشوف ايه في الطبيعه يناسبه. فمثلا عندنا مثلا حرف الايه، ايه انجليش، هو بيقول في اللغه، في اللغه المصريه القديمه فهو شاف ان طائر العقاب في الطبيعه بيقول فاخد منه، فاخذ منه صحيح. تمام، هكذا هكذا. مثلا الحرف الخاء جاي من كلمه خوي، خوي المشيمه والمعده. تمام، خد منها حرف الخاء. هكذا هكذا بدا يكون الالفابيت اللي هم بنقول عليهم مجموعه الكتابات الابجديه. على كده هم كانوا عباقره، يعني ان هو يفكر طبعًا بالفكر ده. وحضرتك احنا يعني اللغه المصريه القديمه هي ام اللغات، يعني كل اللغات الحديثة برغم كده ما حدش يسمع عنها. يعني في ناس كتير إلا اللي درس بس تاريخ في بعض يعني الجامعات أو يعني كأجانب وكده، لا مهتمين جدا. يعني احنا عايزين مصر. احنا مصر بنحاول نوعى اهو، بنقول وبنطلع وبنتكلم، وفي مبادرات وحاجات زي كده لتعليم اللغة، بنحاول نوصل فيها صوتنا وبنقول يعني المصريين يبقى في نوع من الوعي كبير جدا والانتماء للحضارة العظيمة دي. يعني فاحنا بنقول تصليح للمصطلحات ومفاهيم عند ناس كتير جدا، مفيش حاجه اسمها الحضاره الفرعونيه او اللغه الهيروغليفيه، لا اسمها الحضاره المصريه القديمه بلغتها. اللغه المصريه القديمه كانت متقسمه لخطوط، منها الهيروغليفي، وبعد كده تسهيل لي الهيراطيقي، وبعد كده تسهيل لي الديموطيقي، واخر مرحله منها القبطي، وما زال مستخدم حتى. هل ده يدرس حاليا في الجامعات؟ طبعا طبعا طبعا. يعني مثلا عندنا كليه الاثار بقى اقسامها، تمام، من اولى الرابعه بيدرس ماده اللغه على الجميع، بيدرس هيروغليفي وهيراطيقي وديموطيقي وقبطي، بيدرس المجموعه كامله بتاعه الخطوط الاربعه. طب والناس الثانيه العاديه اللي ما بتدرسش الناس الثانيه في لا في في حضرتك بيبقى في كورسات. يعني احنا مثلا شغالين على اكثر من بند، في انا عامل مبادره لتعليم
الهيروغليفية للكبار والصغار على جميع المستويات. بنعمل ندوات ومحاضرات وورش عمل، وفي كورسات بتتاخد وحاجات اونلاين، وفي شباب كتير متطوعة بجهود ذاتية لتوصيل العلم ده او مكنون الحضارة دي او مصطلحات اللغة بشكل ابسط للناس. و حضرتك مش شايف انه لازم المنهج ده يدرس داخل المدارس؟ اه طبعا احنا يعني من اهداف برضه طب المبادره نعمل للنادي ايه؟ دي. اه يعني احنا عايزين خطوات فعلا والله انا في قبل كده الحاجات من خلال برضه شاشه دي، محترمه حضارة زي يعني، حضراتكم حضارة عريقة. اتكلمنا ونشدت والله على الهواء مباشر، وهو من خلال شاشه حضراتكم بالنشد سيد وزير التربيه والتعليم يتواصل معانا. يا ريت الموضوع ده يدرس كمنهج، حتى لو فصل دراسي مثلا جوه كتاب التاريخ مثلا للفصول الابتدائيه، نعرف حتى العلامات يعني ولو حتى لو كل سنة عملوا جزئية بالظبط. بسيطة اه يعني مثلا اه لحد يعرف يعني العلامات دي هو لوقت ابسط حاجه. معين اه مع سنين التعليم أكيد هياخد بالظبط بالظبط. هو خبرة حضرتك كبيرة أوي في مثلا المجال، يعني ابسط حاجه، الطفل او التلميذ الصغير في الابتدائي عنده هيعرف استيعاب العلامات أو دي، يكتب اسمه، حتى يكتب صحيح اسم صديقه، يكتب اسم عيلته، صحيح يعرف ان دي حرف كذا، فممكن جمله بسيطه يقراها. هو مش هنديله نصوص كتيرة أو كبيرة يقدر فيها، لكن هو يعني نعرفه دي إيه ودي إيه، مثلا الحرف ده كذا المقابل ليه صوتي كذا، فيقدر مثلا حتى يكتب اسمه، ده صحيح. حرف كذا بيقابل كذا، ماهيته في الطبيعة إيه، يعني مثلا ده أو كتكوت، ده عقاب، ده نسر، ده بومة، دي مشيمة، دي جديلة كتان، يبدأ يعرف إيه العلامات دي ويبدأ مرحلة فوقيها وهكذا هكذا. إحنا عندنا حضرتك يعني في مصر بنحاول ننشر الوعي ده، لكن هو موجود بره في مثلا متحف اللوفر في فرنسا ومتحف البريطاني في انجلترا. طبعا يعني المتاحف دي في اماكن مخصصه لتعليم الاطفال اللغه المصريه القديمه، الخط الهيروغليفي ده خاصه. يعني احنا نفسنا احنا فعلا يبقى نفسنا كده في مصر، بنحاول والله ان شاء الله، وان شاء الله هيبقى باذن الله يعني بنحاول، يعني وفيها اجيالنا خلاص هي عدت، فاحنا مع نحاول الجيل الحديث الجيل ان شاء الجديد ان الله شاء الله. باذن الله. باذن الله ان شاء الله باذن عايزة الله. اسأل حضرتك، امتى صدر لقب فرعون؟ ويعني هل بعد كده سمي بالملك؟ هو كلمة فرعون أغلب الآراء بتقول إنها جاية من كلمة برعة، برعة جاية من البيت العظيم، إشارة إلى من هو ساكن البيت العظيم اللي هو الملك، يبقى برعة مع الإقلابات والتحويلات ما بين في علم حضرتك اللغة. بتتكلم بمصطلحات انا طبيعي مش هفهمها لا طبعا. يعني يعني مثلا حضرتك الإقلاب ما بين الب تبقى فيه برعون، اوكي اه فرعون تمام تمام، جت منها كلمة فرعون صحيح تمام، تمام وهو إشارة إلى من هو ملك البلاد. وطبعا في آراء كتير بعد كده يعني قالت إن هو لا اسم ولا مصطلح، وعليه أبحاث كتيرة جدا، لكن هو في العموم كرأي يعني مقبول إن هو ده جاي من كلمة برعة. وكلمة برعة دي يعني لها إرهاصات كتيرة في النصوص ما منذ ما الدولة القديمة، يعني موجودة كتير، حتى إن في العصر الروماني كان من كتر الأباطرة وتغيرهم ما كانش بيكتب اسم الملك لفترة يعني عدم استقرار وكده، فكان بيكتب جوه خرطوش اللي هو الاسم، الدايرة الملكية اللي جواها الاسم الملكي، كان بيكتب برعة، برعة اللي هو إشارة إلى من هو ساكن القصر، يبقى هو الملك، فمنها جت فرعون. فهي مستخدمة على نطاق واسع من زمان يعني. في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن العديد من الاكتشافات، فأنا حابة حضرتك تعرفنا إيه هي الاكتشافات اللي اكتشفوها ومكانها كان فين وإمتى، حضرتك طبعا اكتشافات وطبعا حضرتك تعرفنا لمين علشان برضو الأسماء تمام ما تمام تبعدش عننا. هو حضرتك يعتبر عام 2018 و2019 ده عام الاكتشافات الأثرية الكبيرة جدا صراحة، يعني الوزارة عاملة مجهود احنا يا كبير ريت جدا. نشوف الصور طبعا اه اكيد طبعا عشان اه هتبقى معانا المشاهدين صور، يكونوا معانا. اه هتبقى معانا صور كتير. اه يعني حضرتك اه كلمنا عن ده. حضرتك دكتور خالد العناني وزير الآثار، مقابر تونا الجبل عدد كبير جدا من المومياوات، فيها دفنات على أرض المقبرة مباشر أو دفنات في توابيت، دي اكتشاف خبيئة العساسيف بالأقصر، ما يقرب من 30 تابوت خشبي من عصر متأخر أسرة 22، يعني فترة مهمة جدا جدا، وتوابيت جميلة جدا وواضحة، وكان ليا شرف إن أنا ترجمت تابوت فيهم يعني. ده الدكتور خالد مع مجموعة المومياوات اللي موجودة أكيد في. الكلام ده بيحتاج مجهود جامد جدا اه ووقت، طبعا اه طبعا يعني حضرتك بيستغرق وقت قد إيه لينا تقريبا؟ الشرف ان كلها بعثات مصرية خالصة،
اغلب الاكتشافات في 2018 و19 اغلبها بعثات مصريه خالصه، فده مجهود كويس جدا جدا، صحيح يحسب للوزاره ويحسب للدوله ان هي في اهتمام بالتكشيف الاثري. ولو في دي الصورة معانا الخبيئه بتاعه العساسيف، حوالي اكتر من 30 تابوت، ما يقرب من 30 تابوت اكتشاف اكتشفوا على مساحه قريبه من الارض، يعني مسافه قريبه حوالي متر وشويه يعني او متر. ده معناه انه في كتير لسه، كتير اثار يعني، مصر ارضها مليئه بالكنوز والاثار لسه ما طلعتش. تفتكر كثره التوابيت موجوده في الاقصر واسوان او المناطق السياحيه بالاخص، ولا ممكن تكون في القاهره برضو على ده ارضها موجود يا فندم، في موجود اماكن كتير؟ موجود في اماكن كتير، بس هي طبعا اماكن زي الاقصر واسوان عشان كانت فيها مثلا في الدوله الحديثه كانت هي مكان العاصمه للامبراطوريه القويه، المجد بتاع اوج المجد بتاع الحضاره المصريه القديمه كان في فتره الدوله الحديثه، اسره 18 و19 و20 حاجه كانت يعني تدعو الى الفخر، كل المجد والقوه والامبراطوريه الواسعه اللي توسعت جابت من العراق شرقا لليبيا غربا، تركيا شمالا، النوبه جنوبا، كل ده كان ملك المصريين تحت اشراف ملك مصري واحد، كل البلاد دي كلها كانت خاضعه ليه، فكان حضاره قويه، كان جيش قوي، كانت امبراطوريه قوية جدا. هي بس هسأل حضرتك سؤال، اتفضل. في رسومات بنلاقيها في بعض المعابد وفي بعض الأماكن السياحية، إزاي بتترجم هي مين والأسرة الكام وهم كلهم أساسا شكل واحد يعني أنا لا ما أقدرش هو أفرقهم؟ حضرتك، ما احنا لو اتعلمنا بقى موضوع اللغة وبدأنا مثلا مع الخط الهيروغليفي بنعرف نقرأ في حاجة اسمها الخرطوش. الخرطوش ده عبارة عن حضرتك فندم دايرة عبارة عن حبل، حضرتك ممكن دي تشرح مبادرة، لنا دي من ضمن المبادرة بتاعتي اللي شغال عليها، معانا أطفال زي كده بدأنا دي حروف نعلمهم. دي حروف يعني مثلا الطفل ده أول مرة كتب اسمه عبد الرحمن، هي الموضوع صعب جدا يعني لا بسهولة جدا، وبدأ هو شاف أشكال، هي رسومات عبارة عن رسومات يختار يحفظ بتعبر عن حروف، يحفظ الاسم بتاعه، مثلا عبد الرحمن يجيب العين والب والدال حرف وهكذا، الرسم اللي تدل على بالظبط كده الحرف مثلا من خلال جدول زي كده معروف ان مثلا الحرف اهو والمقابل الصوت بتاعه وهو ماهيته ايه في الطبيعه، سواء كان كتكوت او فرخ زمان مثلا او بومه او جديله كتان او ورق قصب حسب العلامه، ونطق الصوت المقابل ليها كذا في العربي واللاتيني، ويبدا بقى هو يكون بقى. فكتب عبد الرحمن رسمه بخط ايده الاول عادي يعني. المجال حلو جدا طبعا يعني الواحد طبعا لو شيق تعمق جدا. فيه جدا طبعا كل شويه هيكتشف فيه حاجه جديده. لا مجال شيق جدا، واحنا حضرتك يعني معانا، انا في جروب على الفيسبوك بنعلم فيه الهيروغليفيه من البدايه للنهايه، اسمه محمد حسن جابر الواحاتي، تمام، الهيروغليفيه محمد حسن جابر الواحاتي. انا حضرتك بداوا معايا ناس كتير جدا يا فندم، مهندسين، صيادله، دكاتره ما لهمش اي علاقه بالاثار خالص، دلوقتي ما شاء الله وصل مستوى بيقروا من على الحيطه مباشره. يعني فعلا الرسومات بيبقى جنبها حروف بالظبط بتدل على هي من الاسره احنا بنقرا كام او يعني الاسم ايه او كده. الخرطوش ده جواه اسم الملك، من خلال ما قرايتي للخرطوش بحدد الفتره الزمنيه بتاعت الملك ده مين، وكان يخص فتره اسره كام، فبقدر اقول ده مثلا لا ده عصر متاخر، ده دوله حديثه، ده مثلا بطلمي، ده روماني، فمن خلال الاسم جوه الخرطوش بقدر احدد الفتره الزمنيه بتاعت الاكتشاف. وحتى برضو دي بنرجع عليها في الاكتشافات الاثريه، لو في قطعه مثلا فخار او اناء او حاجه مكتوب عليه خرطوش بقدر اقرا الخرطوش اوصل للعمر الزمني للفتره دي او المكان ده. كتير مننا كنا بنسمع كلمه لعنه الفراعنه، فاحنا عايزين نعرف ايه هي لعنه الفراعنه. انا عارفه يعني او سمعت من دكتور زاهي حواس قبل كده انه لا ما فيش حاجه اسمها لعنه فراعنه. لا ما فيش يا فندم لعنه فراعنه، لا هو دي حضرتك من ضمن التراث القديم بتاع الاجيال القديمه اللي هو فيها بيبقى نوع من خزعبلات شويه، او فكره الدجل بقى، وده في لعنه كذا ولعنه فراعنه وعشان عملوا ايه ورصد ايه وجن ايه وحاجات زي كده، بيدخلوا الحاجات دي
حتى بالذات الحتت الشعبية واحنا مع جبنا الكلاس. شيخ وفي حارس للمقبرة. بالظبط. كل ده كلام مش غير صحيح صحيح. يعني. طب اشمعنى ما بيحصلش يعني مثلا مع طب الاجانب؟ الشيوخ اللي بتروح دي ما بتروح بيحصلش ليه؟ مع الاجانب ليه؟ طب يعني اشمعنى الاجانب ما بيحصلش معاهم؟ ما شفناش بعثة معاهم هو اجانب انا جايبين شيخ ولا حاجة يعني. اتذكر دكتور زاهي حواس كان بيحكي قصة جميلة من ضمن الحاجات اللي قالها، انه المقبرة بتتقفل لمدة او الاف من السنين، بالظبط. فطبيعي بتنشط غازات. بكتيريا غازات. صحيح، بالظبط فدي اللي بتسبب بالظبط امراض او موت بالظبط مفاجئ بالظبط. او مش لذلك جن او من كده، الطرق صح؟ العلميه في اكتشاف المقبره ان انا بتتفتح جزئيا للتهويه، صحيح وبعد صحيح، كده بيلبس ماسك ما ينفعش وتامين تتدخل المقبرة على بالظبط. طول، حضرتك في بكتيريا بتتفاعل خلال سنوات كتيره جدا صحيح مقفوله، فطبعا اكيد بيبقى لها ضرر، صحيح، غازات متفاعله و و و بسبب ضرر. فاحنا طبعا لما بشكل علمي ان المقبره بتتفتح جزئيا، بعد كده بتخرج الغازات اللي هي الضاره دي، وبعد كده مثلا بتتاخد اساليب الامان والحمايه، ماسكات مثلا او كده، ويبدا يتعامل. ده الشغل الصحيح. انما طبعا بندخلها احنا بقى، المجموعات المصريين بيدخلوها في قصه اللي مش عارف الرصد والشيخ ومش عارف ايه واللعنه، ولكن صحيح الكلام ده كله باطل مش ومش صحيح، حقيقي. لا لا غلط خالص. ودي من الحاجات برضو اللي بنحب نصححها للناس، وما فيش بقى قصة الزئبق والحاجات دي صحيح كلها، كله يعني خزعبلات ودجل وأشياء من قبيل النصب أو يعني حاجات مش صحيحة خالص يعني يعني. حضرتك دلوقتي بتقول للمشاهدين مفيش حاجة اسمها جن، لا ما فيش. مفيش حاجة لا اسمها هو طبعا الجن مذكور في القرآن والسحر والحاجات دي، لكن هو حتى لو كان في استخدام تعويذات سحرية فكان ليها رتم محدد هو عارفه، يعني اللي كتب بس التعويذة. احنا عارفين ان الفراعنة كانوا فعلا بيتعاملوا بالسحر. تمام. ما انا مش هختلف في النقطه دي. تمام. هو حضرتك كان في تعويذ سحريه بتنطق بمنطق وبشكل محدد، ليها طريقه محدده في السرد بتاعها بكم مره، الطريقه بتاعه السرد بتاعها احنا ما نعرفهاش، فبالتالي حضرتك انا لو قريتها مش هتفعل كتعويذه سحريه، مش هتفعل. انما هو بطريقته هو قايلها في وقت محدد بشكل محدد هي ممكن تفعل عليه. تمام. فانما بيحصل مع الصدفه ان في مكتشف مقبره مات او كذا او كذا، طبعا بندمجها بقى احنا في قصه ان دي كانت فيه ولعنه وحصل وحصل وحصل. لا 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 هي مش حقيقه. لا لا مش حقيقه خالص يعني، مع ابحاث كتيره جدا. طب كده يبقى كل اللي في الاثار واكتشف مقبره هيموتوا؟ هو اشمعنى الملك ده اللي دخل معاه مات؟ طب ما الملوك التانيه مقابرهم اكتشفت واثارهم طلعت وما صحيح حصلش لهم اي حاجه، كانت اللي شغالين في الاثار كلهم والاجانب والبعثات كلها ماتت كده لعنه. صحيح صحيح. طب فكرة التحنيط جات لهم ازاي؟ التحنيط دي فكره عبقريه جدا. هو كان دايما هدفه ان يجفف الجسد تماما من اي سوائل، فيديله طبقه مثلا من الراتنج الدمار مع شمع عسل النحل والمواد المكتشفه في التحنيط، بتعمل طبقه عزل تماما للجسد، ما تخشش عليه اي فطريات، فيحفظ الجسد لملايين من السنين. ودي فكره عبقريه جدا يعني. هو ممكن الجسد ما بيتحللش لا ما ولا يتحللش، ما هو حضرتك انا منعت الفطريات ان تدخل للجسد من اصله، خلاص انا سديت المسام اساسيات الروائح وتحليل الجسد، شلت الحاجات اللي هي ممكن تسبب يعني من عقيده مصر القديم ان ده هيبعث، فكان كل حاجاته بتبقى معاه. يعني الاواني الكانوبيه الاربعه اللي هم ابناء حورس مشكلين الاربعه في هيئه اواني كانوبيه، كان بيتم فيهم حفظ الاشلاء بتاع او اشياء المتوفي، يعني زي المعده والامعاء والرئتين وكده، واللي كان بيبقى موجود في الجسد بس هو القلب عشان الحساب، انما الباقي كله كان بيتشال ويتحط في اواني كانوبيه مع المتوفي كاساس جنازي، عشان هو هيبعث وهيعاد استخدامه في العالم الاخر، ويبقى يعيش حياته الطبيعيه كعالم سرمدي الى ما لا نهايه في العالم الاخر كعقيده مصر القديم. تمام. فحضرتك هو كان بيحفظ الجسد من خلال تجفيفه من السوائل خالص، وعليه طبقه بتعزل تماما اي حاجه، اي حاجه يعني ما فيش هيخش بكتيريا او الحاجات المحلله للجسد، هو خلاص حفظها كده. تمام. طب كنت عايزه اعرف من حضرتك عن مناطق سياحيه اكتشفت داخل الاقصر الفتره اللي فاتت، وايه اخر حاجه وصلنا لها؟ هو حضرتك يعني طبعا خبيئه العساسيف دي هتبقى حاجه مهمه جدا جدا يعني،
دي اخر حاجه يمكن في منطقه الاقصر كانت حاجه كبيره مهمه. يعني اكتر من 30 تابوت هيبقى ليهم لو طبعا اتعرضوا في مكان مهم بشكل محدد جدا او شكل راقي جدا هيبقى ليهم زياره مفعله بشكل كبير جدا، وكمان هيتيح لعدد كبير جدا لو حد من دارسين او بعثات انها تدرس النقوش والكتابات اللي موجوده على حاجة. اكيد هتظهر حاجه جديده او هنعمل ربط ما بين حاجه اكتشفت قبل كده او توثيق لكلمات جديده، يعني هيبقى في مجال للبحث والبحث العلمي بشكل كويس جدا جدا يعني. طيب انا بس هاخد فاصل صغير وهرجع ماشي اكمل مع حضرتك، الموضوع تحت شيق جدا وموضوع كبير جدا. الله يبارك فيك. فاصل صغير ونرجع لكم، ابقوا معنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل حلقتنا عن الحضارة المصرية القديمة، ولسه مكملين مع المهندس محمد جيفر. أهلا بحضرتك مرة حضرتك كلمنا عن المبادرة اللي حضرتك قمت بفعاليتها. هو حضرتك هي كانت عبارة عن إيه وبتناشد بإيه؟ تمام. هو حضرتك من 2015 بدأت موضوع المبادرة. طبعا كنا بدأنا نعلم الناس الهيروغليفي، فلقيت ان في تجاوب كويس جدا وفي اقبال من غير الدارسين، يعني بعيد عن الدارسين لقيت اقبال كويس جدا، وخاصة فئات مثلا في كبار سن وفي مختلف الاعمار، في اربعينات وفي شباب صغير كتير، حتى بدأت مع اطفال برضو لقيتهم مستجيبين جدا من سن 6 سنوات لحد طبيعي الحال ان الطفل 12 سنة. بيحب الرسوم، الرسومات والاشكال. يعني من 4 سنين كمان لقيت فيه يعني بيعرف يكتب مثلا، يرسم صحيح. شكل خفيف كده يعني صحيح. مقارب للشكل. فبدانا معاهم من 2015 بدات المبادره، هي عباره عن تعليم الهيروغليفيه للكبار الصغار، احياء اللغه المصريه القديمه وجعلها لغه متداوله. تمام، والحمد لله تم تكريم عليها يعني، وكلها جهود ذاتيه. منين جت لحضرتك الفكره؟ من خلال ان انا اصلا يعني ايه مدرب ومترجم للهيروغليفيه. تمام. حضرتك حابب انها توصل للناس. يعني انا الواحد اصلا خريج اثار ودارس وحابب وحابب اني اوصل المعلومه دي للناس والناس تعرف حاجه زي كده، ومن خلال اشتغلنا على المبادره بشكل كويس جدا بجهود ذاتيه طبعا، بنلاقي دعم من ناس كتير زمايلنا، في شباب كتير اتعلم دلوقتي ومتطوع بيعمل توعيه من خلال صفحات الفيسبوك و و و السوشيال ميديا وكده، بنعمل بقى فيديوهات تعليميه، بنعمل محاضرات، ندوات، ورش عمل، كلها حاجات تطوعيه. تمام، بحيث ان احنا اللي حابب يستفيد اهلا وسهلا. ولقينا ناس كتير ما شاء الله دلوقتي دخلوا مع حضرتك يعني كويسين المبادرة. جدا وبيقروا مع الحيطه دلوقتي، فدي ما شاء حاجه الله. انا فرحان بيهم جدا جدا يعني ما شاء الله. احنا هنيجي كلنا عند حضرتك لا طبعا طبعا الفريق العمل كله عشان نتعلم. لا تشرفوا يا فندم، تشرفوا. والناس بقى بتتابع بقى على جروب الفيسبوك كده او يكلموني على الخاص وكده، بنديهم بقى العلامات، يبدا العلامات نديهم كتاب كتعليم للبدايه يبدا منه، ولو وقفت مع حاجه بيسالني وغد رغبه بقى وعزيمه وكده، بيوصل ما شاء الله لمستويات عاليه جدا يعني. فاحنا ماشيين كويس في المبادره، ومن خلال حضراتكم يا ريت ان حد يتبنى الموضوع ويبقى اعلاميا منتشر، ويبقى من خلال مثلا وزاره زي وزاره التربيه والتعليم تعمل حاجه زي كده في المناهج. يا ريت احنا اولى، احنا كمان لغتنا عاوزين من بره، نضيف الناس من بره نضيف ينفع صحيح تبقى هي المهتمه وعارفه صحيح. واحنا مش عارفين. لا لا، دي احنا ابن البلد صاحب الحضاره هو أولى. وحقيقه فعلا ان هم بيبقوا عارفين حاجات يمكن المصري ما يعرفهاش، عارف كل حاجه. انا حضرتك يعني احنا في الارشاد وكده بنيجي نوعي مجموعه المشين صحيحين، هو خلاص في واحد بيجي من بره سواء فرنسي او الماني كده هو عارف كل حاجه، بيقول للمرشد هات لي جديد، انا خلاص ده قريته كله وعارف اللي انت هتقوله كله، انا عايز ابديت. ابديت بيجي منين؟ من خلال اللغه، اذا وجد النص بطل الاجتهاد، لان انا لما بشوف منظر واجي اقراه بالهيروغليفي واقول له ده بيقول كذا، خلاص كده مش مفيش مجال للتاليف ولا مجال ان انا اقول حاجه مغالطه، لا ده انا بقول له اللي موجود على الحيطه نفسها، على المنظر، على الجداريه،
بيقول كذا والنص حضرتك كذا. بتعرف تقرا برديات بنترجم كل ده. بنشتغل وترجمها، حتى زمايلي كلهم ماجستير ودكتوراه وحقيقة بقى وسعادة ممكن الواحد يلاقي كنز في البردية ويدور عليه. لا 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 مش لا لا، هي كلها بتبقى نصوص فقرات دينية من كتب موتى وكده، على اساس بيعلم ان هو فيها يبقى تعليم. يتساعد انه يصل في العالم الاخر بسلام، ويبقى في معية اوزير او رع، تمام، ان هو ينجو وكده. يعني كلها بتبقى فكرتها كتب يعني من خاصة بالديانة للعالم الآخر وكده، تساعد المتوفي في العالم الآخر إن هو يعاد بعثه ويعاد إحياؤه ويبقى يعيش سرمديا. بس يمكن هما كانوا يقصدوا ان حياة في حياة بعد الأبدية، لا، إذا هو ربما يكون حضرتك إن يقصد. الحياة العادية اللي كانت بتاعتهم دي كانت حاجة مؤقتة، معروف إن هو لما هيموت هيبعث لحياة أخرى هيعيش فيها. ده كان اعتقاد المصري القديم. هو مش اعتقاد، طب ما احنا يعني ايوه ديننا برضو كان الدين كده. بيقول ما كده هي ما هي دلوقتي حضرتك ان هي احنا الديانات كلها، كان المصري القديم عنده ديانه، هي كلها من مشكاه واحده بس اختلاف التشريعات. فكان نفس الافكار، ان هو عنده معتقد ان هو هيموت وهيرجع يبعث من جديد عشان يعيش حياه سرمديه، فكان بياخد كل احتياطاته في العالم الاخر، اكله معاه، تعويذته معاه، ان هو يقوم بشكل طلسمي او بشكل تعويذي، هيقول تعويذه محدده هتدب فيه الروح، حتى ان في طقوس، ما طقوس فتح الفم بيتعمل بعد الوفاه على اساس ان هو يقدر يفتح يتكلم او يقدر ياكل ويشرب بعد ده في البعث في العالم الاخر. معتقداته. في تمام. معتقد المصري القديم وليها طقوس وليها كاهن محدد بيقوم بيها، وكان المفروض ان بيقوم بيها الابن الاكبر للمتوفي، حتى ان يعني الكاهن كان اسمه كاهن السم، كان السم ده مختص بتقصد فتح الفم، وب را وب اروي، يعني فتح الفم والعينين عشان يقدر ياكل ويشرب ويتكلم ويشوف في العالم الاخر ويعيش حياته الطبيعيه. فكان بيحط جميع الاستخدامات بتاعت الحياه او على الاحساس اعتقاد الجنسي انه بتاعه ان هو هيبعث. هيبعث وهيعيش في العالم الاخر انا حياه. شفت صور غريبه انه لابسين ذهب ومتزينين حلو قوي ما هو ولابسين حضرتك لبس دي كويس. القلادات والحاجات اللي الاساور كانت موجوده في حياته اليوميه هيستخدمها في العالم الاخر، فكان المفروض ان هو هيبعث بيها، فكان بيبقى موجوده معاه في المقبره، وكان بيصور على جدران المقبره مناظر الحياه اليوميه بتاعته عشان بشكل تعويذي يقول تعويذه محدده ترجع الحياه الطبيعيه بتاعته يستخدمها ويعيشها في العالم الاخر. دي كانت عقيده المصري القديم يعني. طيب حضرتك برضه هتضيف لي عن ظاهرة كانت يمكن كانت من قريب جدا، تعامد تعامل الشمس الشمس. على معبد أبو سمبل، فحابة حضرتك تكلمنا عنه. هم طبعا كانوا بارعين جدا في العمارة والهندسة والفلك، كانوا بيربطوا الحاجات دي ببعض، ودلالة على كده فكرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل مرتين، هو فكرة انقلاب صيفي وشتوي. هو لو هنقول إن مثلا فكرة ظهور الشمس بتاخد في اتجاهها مثلا في الانقلاب الصيفي، زي فكرة عداد العربية بيطلع وروح واصل لنقطة، فهو وصل للنقطة دي مثلا عدى عليها في يوم كذا، لما هيرجع العداد تاني انقلاب صيفي، تمام، هترجع على نفس النقطة بس في يوم مختلف. فهم كانوا شاطرين جدا في الحسابات الفلكية من خلال رصد النجوم، وليها كاهن كان بيبقى محدد مع طقوس محددة في بناء المعبد نفسه، يعني المعبودة سيشات دي ربت الكتابة والبناء والتشييد في مصر القديمة، ولها كاهنة مختصة بها كانت بتقوم مع الملك بطقوس محددة في تحديد محور المعبد، على اساس ان هو ليه دلاله فلكيه محدده، على اساس ان ممكن ده يحصل فيه تعامد للشمس. واحنا يعني الباحثين كتيره جدا بتشتغل ان يبقى فيه، يعني وجدوا ان في اكتر من تعامد للشمس في اكتر من معبد، مش معبد ابو سمبل كحاله فريده يعني، لا، اتوجد اكتر من زي ايه وفين؟ يعني مثلا في حتشبسوت في معبد هيبس الوادي الجديد، في تعامد اكتر من مكان، يعني مش مقتصر على الاقصر لا بس، لا 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 ده في كذا لا 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 كذا لا اكتر من مكان، وترصد حاجات زي كده، وفي ابحاث حاجات زي كده، وواخده يعني مناقشات وحاجات زي كده كتير يعني. في في ناس قالت سحر. لا، ما فيش في سحر، ناس لا قالت سحر، لا لا ما وفي فيش ناس سحر، قالت لا. الشمس يعني هي ظاهرة لا، طبعا انا معايا غريبة، صديقي احنا دكتور احمد بنركز عواض فيها. بيشتغل كويس جدا على موضوع تعامد الشمس، وليه باع كبير جدا في الموضوع، ويجتهد يعني
اكتر من مكان اترصد فيه تعامد للشمس بشكل حقيقي يعني، غير معبد ابو سمبل مش حاله فريده. ده اللي يدل على ان حضراتكم شغالين شغل يعني اللي حابب المجال وكده بيبدع فيه يعني. لو ضاع التخصص جدا طبعا، هو طبعا احنا دايما بنقول ان التخصص بيفرق، واكتر حاجه بتنجح الاجانب بره التخصص، وجوه التخصص تخصص. يعني حضرتك مثلا لو واحد شغال لغه تلاقيه مثلا شغال تخصص كذا يعني، ما اللغه برضو فيها فترات، مثلا تلاقي لا شغال في الميدل، لا شغال جليفو بطلمي، والتخصص التخصص ده بيريح خلاص. انا عرفت ان هرجع لمين، صحيح الراجل ده متخصص في بروفيشنال في مجاله، اقدر ارجع له بسهوله جدا، خليه اروح لمرجع ولا هو المرجع نفسه يعني. أرجع فيلم من افلام زي فيلم الكنز كده مثلا، معلش عشان انا بحبه جدا الفيلم ده، يعني طلع الكلام ده مش حقيقي، لا لا انا لقيت برديه والتانيه لا في لا المكان لا الفلاني لا 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 ما فيش، لا ما فيش الكلام ده يا فندم. دي يعني حاجات كده ممكن تنفع على سيناريوهات ودراما وحاجات زي كده، بنغير الواقع يعني. لا 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 واقعيا لا ما فيش حاجه زي كده. البرديات كلها فكرتها فكره، اغلبها بتبقى نصوص وفقرات من كتب موتى تمام، بتتحط في المقبره كمساعده للمتوفي انه يصل بسلام في العالم الاخر، ويبقى مع في معيه اوزير ورع، على اساس ان هو رع ده المفروض ان هو الشمس اللي بتشرق في اليوم الجديد، فيعمل معاها اعاده احياء وميلاد جديد في كل يوم، وهكذا هكذا تستمر الحياه. حتى ان برضو كان بيمثل المصري القديم ان مثلا معبود زي ست يقف على مقدمه القارب عشان يقتل مثلا ثعبان للشر اسمه عبب، بحيث ان الحياه تستمر وتشرق الشمس في اليوم الجديد، ويبقى فيه امان وسلام بدل ما هذا الثعبان يعمل ضرر او يعرق القارب الشمس. فتعامد الشمس يعني يعني حاجه بصراحه يعني فريده جدا، اعجاز علمي كبير جدا ان يتم تحديد يوم محدد ساعه محدده ان يشرق فيها الشمس على نقطه محدده جدا داخل جبل زي معبد ابو سمبل، معبد منحوت كله في الجبل، تصل مسافه كبيره جدا الشمس جوه تنير جزء وجزء لا، فطبعا ده دقه العماره والاعجاز العلمي يعني. صحيح. في حاجه زي كده بيبهر العالم، واحنا لو استمرنا كده هو فعلا الافلام لما بتصور المعابد داخل المعبد ده بيبقى فعلا حقيقي ولا ديكورات؟ لا 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 حقيقي، تشبيه للحقيقه. لا لا حقيقي يا فندم، حقيقي حضرتك يعني القنوات دي بتبقى بتاخد تصاريح من الوزاره، يعني فكره ان وبيصور المعبد نفسه جماجم في اماكن معينه وجوه المعبد من لا هو كجماجم وكده مش بتبقى جوه المعبد. لو في مومياوات او كده تمام، طبعا المومياوات اغلبها موجود في المتحف المصري تمام، قاعه المومياوات، او ممكن لو في بقايا مثلا حاجه بتبقى موجوده في مقابر، مش هتبقى موجوده في معبد. المعبد ده للديانه زيه زي الجامع او الكنيسه، مش حاجة خاصة بالدفن أو كده يعني، لا هي حاجة للعبادة زي جامع أو كنيسة. هل المبادرة اللي حضرتك قمت بفعاليتها هل يعني تم تعميمها على مستوى الجمهورية ولا؟ هو حاليا حتى الآن يعني ما تعممتش، لكن أنا يعني بغيب مثلا، أنا من وادي الجديد أصلا، باجي فترات كده وأنزل القاهرة ممكن أدي محاضرة أو أعمل ندوة، أو ممكن هناك مثلا مع مجموعه طلاب مثلا كليه او طلبه صغيرين نعمل ورشه عمل نعرفهم. هل في تنسيق مع وزاره لا يا ريت يا ريت، لا انا مفتش اثار بس يعني بشتغل الشغل ده اجتهاد يعني. حضرتك ما حاولتش يا ريت حد إيه؟ لو حد يتواصل معانا وكده انا مستعد تحت امره يعني، ولو وزاره التربيه والتعليم برضو اوكي ما فيش مشكله خالص ان احنا يبقى في بروتوكول تعاون وننشر الموضوع ده. انا نفسي دي يبقى ليها دراسه محدده، ولو فصل في كتاب التاريخ، في مثلا نبدا من سنه رابعه مثلا نديهم حاجه زي كده، هيبقى مفيده جدا جدا حتى مبدئيا. حضرتك مش شايف ان احنا محتاجين ندخل اللغه الهيروغليفيه داخل اللغه المصريه القديمه؟ المصريه القديمه اوكي احنا اتفقنا صحيح اول الحلقه اللغه المصريه القديمه يا ريت يا ريت يا ريت من خلال شاشه حضراتكم وادينا بالناشد، يا ريت حد من المسؤولين الكبار التربية والتعليم تواصل معنا ان احنا نضع محتاجين ندرس الانتماء بالظبط، ده يرسخ جدا الانتماء. صحيح. وفيه يبقى فيه توعية أثرية. حتى ابسط الشيء ان انا بقى لو في حد هيروح معبد او مقبرة يبقى فاهم ايه اللي بيحصل، ما يبقاش بس الاجنبي هو فاهم الدنيا بتاعتنا واحنا اولاد الحضارة دي او ابناء او اصحاب الحضارة دي مش فاهمين الدنيا دي، لا لازم يعني يبقى فيه توعية بشكل اكبر من كده يعني. صحيح. انا محتاج حضرتك بقى تكلمني عن الاعياد، نطلع بره تمام.
مصر هي مصر القديمة هي بلد الأعياد، لا يكاد يخلو أسبوع في مصر القديمة إلا من عيد. كانت أعياد كتيرة جدا، أعياد متنوعة في أنواعها، أعياد خاصة بالزراعة طبعا، يعني كان عندنا النيل، فالنيل ده ليه فيضان، فحاجة مقدسة كان بيتم عليه الزراعة اللي هي عملت كل الحضارة اللي احنا فيها دي. فكان ليها أعياد محددة جدا زي عيد الفيضان، بيستنى فيضان النيل ده ويتعمل له طقوس محددة ويرصده من خلال نجمة سيريوس، ويبدأ ليه احتفالات بطقوس محددة بيشربوا فيها النبيذ كنوع من البهجة والاحتفال. في أعياد خاصة بالربيع، في أعياد خاصة بأعياد دينية زي عيد الوادي، عيد اللقاء الجميل، في أعياد خاصة بالملك نفسه والمؤسسة الملكية أو البلاط الملكي زي عيد الحبسد. حبسد حب يعني عيد في المصرية القديمة. هل في حاليا عيد يعني متواجد لسه مستمر معانا؟ يعني ممكن نقول مثلا 19 سبتمبر بيبقى احتفال قدوم فيضان النيل، ده كان ميعاد قديم للعيد عند المصر القديم اللي هو عيد فيضان النيل. طب هل فعلا في عروسة إزيز. نيل بتترمي في وقت لا من لا لا، الأوقات هو والكلام كان ده؟ حضرتك قديما يعني ما رصد في النصوص ان كان في تماثيل خشبيه، انما المصر القديم مش ما كانش بشر، عنده مش حاجة تضحيه بشرية. بشريه. لا لا، ما كانش عنده تضحيه بشريه، دي برضه معلومه كويسه ان نصححها للناس، ما كانش فيه تضحية بشرية عند المصر القديم، كان يعني عروسة النيل هي حاجة عروس خشبية خشبية تم مش يعني بشري. تمام. دي تم رصدها غالبا في عصر الملك أمنحتب الثالث أو تحتمس الثالث حاجة زي كده، إن في نص بيقول إن هو كنوع من قربان الفيضان، فيضان النيل بتهاجم به، تم إلقاء عروسة خشبية، لكن لم يذكر تماما أي تضحية بشرية عند المصر القديم، لم يعرف ايه حاجة. الفكرة يعني؟ الفكرة يعني كنوع من الوفاء، إن ده هو سبب الخير والعطاء وسبب انتشار الحضارة. ما هو حضرتك حضارة يعني استقرار، استقرار من خلال إيه؟ من خلال الزراعة، في استئناس للحيوان هيبقى في انتشار للرقعة السكانية، يبقى في تبادل تجارة، هي دي الحضارة. تمام؟ من خلال إيه؟ من خلال النيل. لو ما فيش نيل ما كانش هيعرف، هو لولا صحيح. الوادي ما كان مصر القديم قبل العصور التاريخية، كان في عصور ما قبل الأسرات وقبل التاريخ كان ساكن جبال ومرتفعات، لما عرف وادي النيل وبدأ ينزل على وادي النيل ويستقر ويعرف الزراعة، نشأت الكتابة ونشأت الحضارة. صحيح. تمام؟ فهو كان أساس عند المصري القديم شريان الحياة والنبض حتى الآن هو نهر النيل، ولذلك كان مقدس جدا جدا بمعبود خاص عندهم، معبود فيضان النيل اسمه حعبي، إله فيضان النيل في مصر القديمة. حضرتك تقدر تقول لنا الخريطة منين لفين بالنسبة للحضارة المصرية القديمة؟ الحضارة المصرية القديمة طبعا احنا وصلنا في يعني أوج مجدها في فترة الدولة الحديثة من خلال الفتوحات العسكرية، ملك عظيم زي تحتمس الثالث كان أعظم ملك عسكري قديم في التاريخ القديم، حتى يقال إن هو يعني بيشبهوه بنابليون، بس هو المفروض إن هو أقدم من نابليون، فنابليون يشبه به يعني، لكن هو يعني كان حاجة قوية جدا جدا كملك عسكري محنك جدا، وصلت الإمبراطورية في عهده في الدولة الحديثة وخلفائه إلى العراق شرقا، ليبيا غربا، تركيا شمالا، النوبة جنوبا، كل ده كان تحت إمرة ملك مصري واحد هو المسيطر على تلك البلاد، وكان يأتي منها الجزية والضرائب، يعني القرابين كانت تأتي من خلال البلاد دي، وكانوا بيجوا خاضعين، وبيبقى في تسجيل لحاجه زي كده موجوده في مقابر وفي سيره ذاتيه للافراد اللي هم زي وزراء او كده، او كان بيبقى في تمثيل لحاجه زي كده بالنصوص بكل بلد بكل مكان واسمه مخصص بيه. تمام؟ وكان بيبقى موجود اسم البلد ونوع القرابين اللي جايه منها، وكان بيبقى مدون على المعابد والمقابر، وده موثق وحاجه معترف بيها يعني. فكانت امبراطوريه كبيره جدا، وكانت حضاره ان شاء الله يعني نعيد امجاد الاسلاف نقدر يعني. ان احنا حتى نعرف جزء بس منها، يعني مش يا بنقول ان ريت احنا نعرف كل الكلام يا بس، ريت يا ريت، واحنا يعني عندنا نعرف عادات جزء. كتيره جدا يعني، عندنا عادات كتيره جدا مستمره احنا من مصر محتاجين القديمه. توعية ومحتاجين ندوات تثقيفية زي ما كل حلقة بنقول، محتاجين ندوات علشان نقدر والله نوصل الكلام ده للشباب انا بتوعنا تحت يعرفوا امر اي الكلام ده. حد بيطلب ندوه او محاضره او حاجه، احنا مش بنأخر معاه خالص، وتحت امر اي حد بيطلبنا في اي حاجه
بنعملها يعني، هل كمان بيتم الاستعانة بالهندسة المعمارية القديمة في مصرنا الحديثة؟ طبعا حضرتك ده حتى في الديكور دلوقتي، كل الديكور اللي ماشي دلوقتي كنوع من الموضة او اتيكيت حديث كله طلع على الطراز المصري القديم. فكرة حتى ورق البرق الحائط دلوقتي بيبقى كلها اشكال من الحضارة المصرية القديمة، في بيبقى في شكل الأعمدة بتاعت الاتجاه والاتجاه بتاعت الأعمدة مثلا في الديكور الهندسي لشقة حديثة او لديزاين مثلا استوديو او بيت او فيلا، بيبقى كلها يعني. في ناس دلوقتي بدأت تعمل زي فكرة طريق الكباش في المداخل بتاعت مثلا فيلا واسعة او كومباوندات او حاجات زي كده. فكل العمارة المصرية القديمة يعني محبوبة، حتى في بلاد الخليج برضو بدأوا ياخدوا النمط بتاع المصري القديم، برضو البلاد الأوروبية نفس الفكرة كده يعني. احنا طبعا العادات المصرية القديمة دي قاعدة حتى الآن يعني، منها الأربعين والجنازة وكل كله كان مصري قديم يعني صحيح. مستمر حتى الآن. حتى احنا برضو حتى الآن احنا بنتكلم مصري قديم يعني، حتى اللهجة العامية بتاعتنا هي عبارة عن مصري قديم. احنا مثلا بنقول ايه؟ بنقول راجل عجوز مكحكح. كلمة كحكح يعني راجل عجوز بالمصري القديم في الهيروغليفية، كحكح يا راجل احنا عجوز. فعلا في مصطلحات اه كتير كتير جدا بنقول مثلا ايه؟ مقق، ده مقق عينه من المذاكرة. كلمة مقق يعني يرى، ينظر بالمصري القديم الهيروغليفي. تمام، فكل دي كلمات احنا مستمدة من أمبو وتاتا والحاجات دي كلها العامية بتاعتنا، هي أصلها مصري قديم. وكاني وماني، كاني وماني عسل وسمن، كانت من لا القرابين احنا المهمة لازم جدا. هنعمل برضو يعني، احنا عندنا مع الاسف سلسله حلقات لكذا موضوع، ان شاء لان الله فعلا لازم. موضوعات مهمه جدا اه لازم طبعا الناس موضوعات تعرفها. كبيره جدا محتاجه تغطيه بشكل صحيح. كويس جدا. في نهايه حلقتنا طبعا بشكر حضرتك الله جدا، يخلي وقت حضرتك يا حلقتنا رب. خلص، احنا الوقت بيجري بسرعه. مش عايزين الحلقه تخلص، لان معلومات فعلا انا استفدت كتير ربنا يعني، يبارك في حضرتك يا صححت حبيبي. لنا معلومات وموضوعات كتير. الله يخلي حضرتك يا حبيبي، فرصه في سعيده نهايه جدا. حلقتنا انا بحب اشكرك طبعا على وجودك معانا. الله كان يخلي حضرتك. معايا المهندس محمد حسن جابر، باحث في علوم المصريات القديمه وخبير في اللغه الهيروغليفيه وباحث اثري. بشكر حضرتك مره أهلا اخرى، وسهلا فندم، شكرا جدا، شرفت بشكر حضرتك. فريق العمل، بشكر استاذ محمد جمال. تحياتي لكم جميع مشاهدينا، والى ان القاكم في الحلقه القادمه ان شاء الله، لكم مني احلى التحيه.